يا مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ايمي من قناه ايمي وهنونه. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وجوله جديده داخل سوق الانصاري بالسويس. هنشوف مع بعض انواع الاسماك اللي موجوده، اسماك القنال او العنبر اللي موجوده النهارده في السوق، وكمان الاسعار. زي ما احنا شايفين كده النهارده عندنا الكابوريا اهي، كابوريا النتش ده الحجم الوسط، وسمك الطباره، وهنا ده سمك العروس، وطبعا ده البولتي او الشبار، سمك الدنيس، وده بوري، السلية، وزي ما احنا شايفين ده البربوني، وده لوك برضو، ده شبار اخضر، ومعانا الاحجام الكبيرة من سمك البوري، ده جمبري، ده سمك اسمه سمك الدراب او الكنعب، وده برضو او دي كابوريانيت، ده بقى لون قنال كابوريانيت، وده زي ما احنا شايفين الصبيط او الحبار، وده الكاليماري، وده سمك السيوف. تعالوا بينا بقى نتعرف على الانواع بالتفصيل وكمان الاسعار عند عيد سعيد هنا في السوق. السلام عليكم، ازيك يا عيد؟ عامل ايه؟ طيبين. ايه عرفنا بقى على الاسعار النهارده عندك عامله ايه؟ بصي ده عروس كنال، ده كنال ما شاء الله. لا. في ناس كانت بتقول ان عروس القنال بيبقى اغمق، وفي ناس بتقول لي افتح، صح ايه؟ لا لا، عروس القنال بص تلاقيه احمر، ده من هنا ده قنال، ده كده قنال، التاني بقى ايه؟ في دينا هنا ده مزارع، ده قنال ده عامل 120 واحجام طبعا. واحجام، في صغير ماشي وفي كبير، تمام. ده قنال، ده مزارع، ده طبارة. طبارة بس مزارع، بس مازال ايه نظيفه، ميه مالحه بطريقه طبيعيه. الشهر الجاي تبطل ان شاء الله. ان شاء الله. دي كابوريا. دي كابوريا. كام الكابوريا؟ بطرحها. دي عامله 60. حلو. ماشي. البنتي ده برضه مازال ميه مالحه بطريقه طبيعيه. 30. 30 جنيه. ده دينيس. برضه مزارع ميه مالحه بنوع طبيعي، عامل 110. تمام. ده البوري. ده بوري ده عامل 70. 70 جنيه. دي سيليه. سيليه عامله كام النهارده؟ عامله 120. دي سيليه بلدي. بلدي مش مزارع. بلدي مش عارف ده بلدي. ده بربوري. عامل 80. الحجم ده عامل 80. ما شاء الله. الوسط لسه بظبط. بكام بقى بوري القناة؟ عامل 100. الحجم ده يتعمل ايه؟ ده فسيخ 100 وسنجاري حلو، ده مقفول 100 ده صبار الجوابي. ما شاء الله حاجة حلوة. عامل 50. كام الجوابي؟ 50. اللون ده مزارع. ده مزارع وده قناة. وده قناة. مزارع. ده المزارع وده القناة. القناة بكام؟ ده فاتح، ده غامق. 93. مزارع 75. انت عندك ده وعندك ده. مفيش بول عايز غالي. على حسب. جمبري. ده جمبري الجيش. عامل 110. 110. ده دراج بتاع العنبر. عنبر عامل 70. دي كابوريا كبيرة شوية زي التاني بس أكبر، دي عاملة 100 بس مبطرها. مش غالية الحجم ده؟ مش غالية؟ مش غالية شوية؟ شدة شوية كابوريا عشان اللي هي السوبيا بتاع العنبر عاملة 120، مروحة 110، تيرمان عاملة 100. دي السوبيا سيبها تلت سنين بيحبوها؟ بيعملوها ايه؟ بيعملوها ايه السنين؟ دي ما اعرفش، ما اعرفش بالاخر. بكام بقى؟ هنا سويسرا بيشويها بيديها
انما هم بقى ما اعرفش بكام دي عامل سنة. انا شايفه عندك برضو صرصار البحر. صرصار البحر اللي هو الاستاكوزا بيقول على استاكوزا. وراها لنا كده برضو دي اكيد السنين. صحيح. ده السنين بيحبوه برضه. السنين بيموتوا فيه. انت دايما بتجيب اللي السنين بيحبوه. بجيب انا واحد. الشيكال برضه. الشيكال برضه. انا كان معايا الشيكال وخلص. خلص؟ ده بيتعمل ايه ده؟ ما تعرفيش بيعملوا ايه. برضه. ممكن ياكلوه ني. او صاحي. انا بشكرك جدا. شكرا. عيد سعيد وصوت ايدي. طيب عيد سعيد. نكمل بقى جولتنا بكامل جوابي. حاجه زبده زبده ما شاء الله. ما شاء الله. كابوريا الضفر دي. كابوريا دي ب70. 70 جنيه. صحيه كده بالصلاه على النبي زي ما انت شايفاها. اهم حاجه مليانه. مليانه ومعها ضمان كمان. الله يبارك فيك. حاجه بقى الفانا. والباغة دي ب40. تتعمل ايه الباغة دي؟ الباغة دي قلي وشوي. السمك لسه بدمه ما شاء الله. ده الدراج. بكام بقى الدراج؟ الدراج ده عام 70. تمام. تمام. شكرا. انت جاي في الاخر بقى. ان شاء الله. ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبار الجمبري عندك ايه؟ جميله اهو. انا شايفه احجام كتير ما شاء الله. قولي لنا بقى الاحجام دي اسعارها ايه وبتعمليها ازاي؟ ده ب50. ده بتاع الصيد ولا الملوخيه ولا ايه؟ بتقشريه برضه؟ بتقشر. يعني انت لو حد جاب منك 2 كيلو ولا حاجه وحب ان انت تقشريه تقشره له؟ في ناس بتقشر بالسوق، بس انت بس تبيعي بس. في ناس ثانيه بتقشره. طريقه تقشيره سهله؟ ممكن تورينا بعد اذنك. الراس اول حاجه يعني ايه عشان نصور بس براحه شويه. على طول يعني. سهل. قشر على طول. الجمبري ده بكام بقى؟ ده ب 110 100 بس. ده ب 100 جنيه بتاع الجيش وده نفس الحجم. ده دول زي بعض كلهم؟ لا ده 80. حجم اقل شويه. والكاليماري في كام؟ ب100. استحي. ربنا يوسع رزقك يا رب. شكرا. شكرا. ازيك عامل ايه؟ قول لنا بقى الانواع اللي عندك والاسعار النهارده. دي سيليه فنان ديت بس صغيره شويه عشان لسه بشاير يعني. بكام بقى؟ السيليه دي ببيعها ب40 جنيه عشان الحجم بتاعها. انما هي بلدي. بلدي. والمرجان او الصرع. ده مشكله ده اسمه صرع. بيقولوا عليه صرع بس في مصر بيقولوا عليه مرجان. ده جاي مع التشكيله ديت. تشكيله سمك كده. مع الاسجان على حفاره على بطيخ. ده بيتجاوب 30 جنيه. 30 جنيه التشكيله دي حلوه. وده ب 60 جنيه سيليه كبيره المطرحه. دي بقى دي مبطرخه. ورينا كده بعد اذنك البطرخه. لقيتك مبطرخه بطريقه كده اهي. تمام. دي كام بقى السيليه؟ دي ب 60 جنيه. حلوه. ده قاروص كنال. ده قاروص كنال بالواحده بص الواحده فيها كيلو وكيلو الا ربع ونص كيلو صاحيه. بكام سعره؟ ده ب 100 جنيه. دي كابوريا ذكر عشان صغيره بنبيعها ب 40 جنيه. تمام. ودي كابوريا اناتي برضه صغيره ب 50 جنيه. وبطرافه. تمام. ايه انواع السمك الثانيه اللي حضرتك بتجيبها؟ احنا بنجيب حفاره وشعور ودنيس وقاروص. وساعات براد. انت بتجيب حاجات العنبك؟ ايوه. شغال شغل العنبك يعني مش الاسماك الملونه يعني. لا لا. بس النار مش بتشتغل في الحاجات دي. ايوه. ربنا يوسع رزقك. ربنا يخليك. كده تكون انتهت جولتنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون افادتكم يعني. ما تنسونيش بقى باللايك واشتراك في القناه وان شاء الله يا ريت تتابعوني على صفحتي الرسميه على فيسبوك باسم ايمي وهنونه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.